وبينما يحاول المجرمون والضحايا قلب الصفحة، فإن كيلوندو رجل الأعمال ينعم بليبيريا هادئة. يجب علينا ألا نشرب الكحول حين نقود السيارة، وبالرغم من ذلك نفعلها ولا أحد يمنعنا. نستمتع جيدا في ليبيريا، الحياة جميلة جدا، وبعد أسبوع طويل من العمل نأتي إلى هنا يوم الأحد من أجل التمتع. بالنسبة لكولوندو فإن ليبيريا وضعت على السكة، البلد جاهز حاليا لاستقبال السياح. إن جاء السياح فإنهم سيزورون المناطق الداخلية، والجميع في البلد سيربح المال، ولن يكون هناك أحد مجبرا للهجرة في سبيل العيش. ما بين ماض أليم ومستقبل واعد، تنتقل مونروفيا من الموت إلى الحياة.